أكدت مصادر سياسية يمنية مطلعة ومتطابقة من الرياض أن حزب الإصلاح يعطل إعلان الحكومة من خلال مطالبته بالحصول على حقيبة وزارة الاتصالات أو الإدارة المحلية أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأضافت المصادر أن الرئيس هادي يشترط للموافقة على إعلان الحكومة القبول بأن يشغل نجله ناصر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية بدلا عن أحمد الميسري الذي بات من المؤكد استبعاده بسبب كونه أحد عناصر التوتر التي تسببت بإحداث العنف في عدن الفترة الماضية.